دلوقتي هنقدم لكم الكريب الصيامي او الكريب بدون لبن وبيض. كل اللي هنحتاجه 3 كوبايات دقيق، 2 كوبايات مية، 1/2 معلقة سكر، 1/4 معلقة ملح. هنجيب المقادير اللي فاتت دي كلها نخلطها مع بعض لغاية اما الدقيق يدوب وتتكون العجينة، ونسيبها لمدة 10 دقايق. هنفرد العجينة بتاعتنا دي في صينية فيها زيت وندهنها بالزيت ونقلبها على الوشين بتوعها لغاية اما تستوي تماما. بكده تبقى عجينة الكريب جاهزة. بعد كده نحضر الحشوة اللي احنا عايزينها، عايزين كاتشب، عايزين اي حاجة صيامي نحطها بداخلها، هتبقى طعمها جميل جدا. اتمنى انها تعجبكم.